امسكي تفصيلتك المشرشحه، ما بدي اياها. خير يا خانم، شو صاير؟ شو صاير ما؟ انا ما قلت لك بتفصلي لها لبنتي فستان؟ ما حدا بالدنيا لابس قبله ومثلها ولا حتى بعدها. مزبوط يا خانم، وانا عملت مثل ما امرتيني. لك انت خربتي الدنيا وبهدلتيني بين الناس. ليش يا خانم؟ خير شو صار؟ لكن انا فوت على المباركه تبع بيت ام فارس، لاقي الخدامه تبعهم لابسه نفس تفصيله بنتي. الله يكسر ايديكي. ليكي انا ما بسمح لك. طولي بالك بنتي، الله يسامحك يا خانم، والله مو قصدي، اكيد صدفه. لا حبيبتي اكيد مو صدفه. صدقيني يا خانم، مو انا اللي فصلتها. لك ما في غيرك انت وبنتك بتعرفوا بهي التفصيله. بس نحن ما درسنا بقى. صدقيني مو نحن. خلاص حاجتك زبي، حاجتك زبي احسن ما اصل لك لسانك. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب ليكي، طالما ما رح تصدقيني شو ما قلت، انا رح فصل لك تفصيله ثانيه وما رح اخذ منك ولا مثليك. ما فشرتي ما فشرتي، خليكي مره ثانيه تفصلي لي شيء. طيب شو بدك يعني اعمل؟ لا اعمل تدفعي لي حقه. حاضر يا خانم، رح جيب لك الاجره فورا. تعي لهون، هاي الاجره بتسدي جوعتك فيها. هذا مكلفني 5 ليرات ذهب. شو؟ مثل ما سمعتي. ليش هو كلفك 5 ذهبات يا خانو؟ ليش انتي مالك شايفه القماشه قديش ثقيله؟ لو قماشه مرت السلطان ما بيطلع حقها هالقد. خلصي وليه؟ فصعوني. خلص بنتي يا خانو، انا ما معي 5 ذهبات ادفع لك ياهن. مو شغلي. شوفي معك ساعة واحدة بس، إذا ما بتأمني لي ال5 ذهبات أنا رح أعرف شغلي معك. يلا بنتي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يربي الست ما يرد. لا تشيليها من أرضها يا مو، لا تشيليها من أرضها. لك شلون ما شيلها من أرضها وهي بدها 5 ذهبات؟ تنعطى لطش إلهي وأحمد ما عندها تطبخه. يا مو هيك ناس ما بتسكت لحتى تاخذ اللي بدها اياه، وأنا مو ناقصني وجع راس. بس يا أمي. خلصنا بقى بنتي. مشان الله يا مو لا تعطيها الاسواره. ما فيني سكر لها تمها الا بهي الاسواره. ان شاء الله عمرها ما يتسكر تمها. لك بنتي نحن مالنا قد هدول الناس. وهن ما لهم شيء عنا. شهيناز خانم ظالمه وما رح تسكت لتاخذ الذهبات او هالاسواره. اي والله والله لو بدي موت ما رح اعطيها الاسواره. بعيد الشر عنك يا مو. اي معناها اذا ما بدك يعني موت اعطيني الاسواره وانا بتصرف. بس يا بنتي. يا مو انا عم اقول لك انا بتصرف، انا بلاقي حل. جميله بس اسمعيني. يا مو يا مو عم قلك عندي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جميلة جميلة. أهلين يا خانم. وين الذهبات يا فريدة؟ أنت ما إلك عنا شيء. شلون شلون؟ والله مثل ما سمعتي، أنت وبنتك إجيتوا طلبتوا تفصيلة من عند أمي وأمي فصلت لكم إياها مثل ما بدكم. وخدامك مو ذنبنا. ذنب مين لكان؟ ايه ما بعرف ولا بدي اعرف. هيك؟ ايه هيك. ومشان ما تعذبي حالك وتعذبينا، نحن ما عندنا غير حل واحد، انك تاخدي الفستان. ما باخده. ايه معناها منحطه بالبيع، وبس الله بعت نصيبه منبيعه ومنعطيكي حقه. تنعطي لطشه يا قليلة التربية. انتبهي يا خانو، انت قاعدة ببيتنا. لك تضربي انت وهيك بيت. ما زال هيك نقلعي لبرا. جميلة خلصنا. عم تقلعي مرت الباشا يا شرشوحة؟ ايه عم قلعك يا خانو لبرا. ماشي انا بفرجيكم. يلا يا خانو طولي بالك يا خانو. يلا نقلعي نقلعي. لك انت خربتي الدنيا. ولسه ما شفتي شيء. الله يسامحك. جلس ولك واقف منيح ولك. سيدي قسما بالله هذا كلام مو مزبوط منه. كذاب ولا كذاب لا تحلف. سيدي انا ما نزلت عن صبري باش على البيت، اساسا انا ما بعرفه. ما بتعرفه؟ ليش امك ما دلتك على البيت؟ امي؟ سيدي سيدي هي باطله، دعوه باطله وفاسده من اساسها. اطلي يا لتحت. طول بالك اتركوا عني. يلا الله العظيم. استغفر الله العظيم. شو انتو؟ ابنك هاد ما راح يطلع من عنا لحتى يعترف انه سرق الذهبات لشهناز خانم. ايوه يعني هي اللي مشتكيه علينا. وانتو كمان اعطتكم مهله 3 ايام لتدفعوا لها 10 ذهبات
بدل الفستان اللي نزعته لي اياه. 10 ذهبات. وابنك هذا الحرامي ما راح يطلع من هون ليرجع الكردان والاربع مبارين. صدقني يا سيدي ابني ما عمل شيء. شهناز ولا حرف. شهناز وحده كذابه. ايه نعم. برنتي وياها يلا. صدقني يا سيدي. يا سيدي حطوا يا ولد هات يلا. ظلموا يا سيدي ظلموا. يلا يلا. هذا اللي صار معنا يا خانم. إن شاء الله بتضلي ضحكاني على طول، بس بلا مؤاخذة يا خانم، اللي صار معنا ببكي ما بضحك. والله أنا عم بضحك على شهناز. بدي أشوف وشها وهو ما هو بعد اللي عملته فيها. من ناحية القهر هي مقهورة كتير، بس فشت كل قهرها فيني وبأهلي. بصراحة يا خانم، أنا لو ما وثقت فيكي إنك رح تحميني إذا صار علي شيء، ما كنت خبرتك عن التفصيل اللي عم بتفصلها شهناز خانم لبنته. أنا رح ساعدك وساعد أهلي، مو بس لأنه قلت لك بدي أحميكي إذا صار معك شيء. لكن مشان شو يا خانم؟ لك لأنك فشيتي لي قلبي وقلعتيه لشهناز خانم من بيتكم. أنا بخدامتك يا خانم. أنا هلا رح أعطيكي 10 ذهبات وكردان وأربع مبارين. بس بدي منك شغلة. مريني، بدي اياك تروحي على الخياطة الجديدة وتشوفي كل التفصيلات اللي عاملتها هي. طيب انت عرفتي من الخياطة؟ سمية رفيقتك. من عيوني التنتين، بكره التفصيلات كلها بتكون عندك. ولما بدي اياكي بتجي لعندي دغري. براسي يا خانم. الله معك. أنا بورجيكي يا شهناز، أنا بورجيكي. هدول الأربع مباريم وهي الكردان يلي اتهمتي أخي بسرقتهم، وهدول 10 ذهبات يا سيدي حق الفستان. ربيتك شقوية، شو منين جبتيهم؟ هدول مو حقك ولا مو مارقين عليكي يا خانو؟ سدي بوزك وليه؟ سيدي، امتى رح تطالعوا اخي من الحبس؟ يا عسكري. امرك سيدي. زيل عند مساعد، خليه كتبوا تعهد لفايز ويطلق صراحة، يلا فورا. امرك. تحرك. تفضلي. خذي اغراضك. سلم ايديك يا سيدي. سلام. كتر خيرك يا سيدي. تفضلي يا اختي تفضلي. احترامي سيدي. خير يا ابني. في حرمة واقفة برا بدها تشوفها. خليها تفوت. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا مكرم خانم، حرم فارس باشا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا خانم. شرفي شرفي تفضل. أنا مالي جاي لأتفضل، أنا جاي اشتكي علي سرقني. مين سرقك يا خانم؟ تفضل حضرة الوزباشي، هاي الذهبات اللي طلبت إنك تشوفهم. بعدين أنا شهناز خانم مرته لصبري باشا، تبعتوا لي ناس على بيتي لحتى يفتشوا بتجيبوني مثل اللي عامل عمله. وانت فعلا عامله عمله. وشو هي بقى؟ مكرم خانم، شكية عليكي انك سارقتي لي ذهبات. اكيد هذا الحكي مو صحيح. طيب مو صحيح. هذا الكردان اللي هون اللي بقلب الكيس اليك ولا مو اليك؟ ايه اكيد الي. لا الي. إذا بدك تتأكد يا حضرة الوز باشي اسمي مكتوب عليه. مظبوط الحكي. شهناز خانوم، أحسن لك إنك تحكي الحقيقة.
لأنه إذا رجع الباشا من السفر وعرف بالشي اللي صار رح تكون نهايتك وخيمة. مزبوط حضرت لي زباشي، هذا الكردان مو لإلي، بس جميلة وإمها هن اللي سرقوه من عندك. وليش بقى؟ سرقوه وعطوني إياه مشان طلع لهم أخوان من السجن. إيوه، وإنتي أخذتي الذهبات على أساس هدول لإلك مشان ما تبين كذبتك. هن الحرامية مو أنا. أنا شايف إنه صبري باشا لازم يعرف بالشي اللي صار. لا دخيلك يا حضرة الميز باشا، بلا ما يعرف الباشا والله بيذبحني. أنا بالنسبة لي ما عندي شيء، بس مكرم خانو هي اللي عندها الحكم، يا بتحبسك يا ما بتحبسك. هن اللي سرقوكي مو أنا، هن الحرامية احبسيهم لإلهم. لا رح احبسك لأنك كذابة. بوس إيدك يا مكرم خانم، لا تخربي لي بيتي، بوس إيدك. بوسيه